تيني فقط الأتليتيكو بقيادة جريزمان الذي استعاد دور البطولة في هذا النادي وصار يلعب أدوارا مهمة سواء في التمرير في التسجيل في التمركز في إعادة الفريق في بعض المباريات الصعبة. جريزمان يبقى الرقم واحد في الأتليتيكو في 7 أو 8 سنوات الماضية، ليس كذلك قاسي السعيد؟ طبعا خاصة المقابلة اللي أداها البارح الأتليتيكو مدريد، يعني ما كانتش امام رايو فاليكانو اللي لعب ب 10 لاعبين، فاز خارج قواعده 2-1 في فايكاس في مدريد، لكن في مدريد على كل حال ولو لعب ب 10 لاعبين ولكن اتلتيكو مدريد يعني بين القوه ديالو، وهو ايضا راه التحق بالمرتبه الثالثه وراه ما راحش يعني يتلقى بسهوله. نعم خساره ان الاتلتيكو عاد بقوه ولكن بعدما حسم برشلونه الدوري ميدو. نعم الاتلتيكو عاد للمنافسة بعد أن تقريبا برشلونة وضع اليد الأولى على لقب الدوري، برشلونة في الدوري غير المنافسة الأوروبية، أتلتيكو عاد تقريبا بعد أن خسر كل شيء، قالوا فقط الدوري، يلعب مرة في الأسبوع، دوري أبطال أوروبا خرج، اليوروبا ليج لم يستطع التأهل لأنه احتل المركز الرابع في دوري أبطال أوروبا في مجموعته، أقصي في كأس الملك، ما كانتش عنده يعني منافسة أخرى يركز عليها ما عدا الدوري، لذلك عودته القوية مفهومة حتى لعبه مرتاحين يلعبوا بأريحية مباراة في الأسبوع ما كانش ضغط كبير والسق أكثر فأكثر بقالوا هدف واحد اللي هو تأهل إلى دوري أبطال أوروبا أعتقد بأنه يقترب رويدا رويدا من تحقيق الهدف قد يقفز إلى المركز الثاني عنده مباراة في نهاية هذا الشهر مع نادي برشلونة ستكون حاسمة بشأن مسألة المركز الثاني في الدوري الإسباني. نعم من الدوري الإسباني إلى الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان فاز خارج قواعده أمام نيس 2-0 ومارسيليا تعادل في لوريون 0-0 طبعا المركز الثاني من نصيب نادي لونس الذي يواصل مطاردة البي اس جي بفارق 6 نقاط بين الفريقين و8 نقاط عن نادي مارسيليا. نبدأ بحادثة غالتي. نعم غالتي الذي تم تعليق بوندرول فيها شتائم بالنسبة لوالدته غالتي رد وقال لا أدري لماذا قال بسبب العمل الذي قمت به الموسم الماضي هم الآن يلعبون في ويستمتعون بمباريات أوروبية يعني بالنسبة لجماهير نيس قال لماذا يكون استقبالي بهذا الشكل أمي عمرها 83 سنة وتتعافى من السرطان. نعم شتم والدة غالتي خاصة وأنه هو اللي ساهم في تأهل نيس الموسم الماضي لأوروبا. نعم شتم والدة غالتي هو عمل مقرف من هذه الجماهير حسين. شبه الأنصار محمد هادو دائما ما نتكلموا عليهم أنصار هادو ما يعرفوش يعني قيمة أي يعني شخصية رياضية سواء يكون مدرب أو في الإدارة أو رياضي يعني لاعب كرة قدم. تقدر توجه الانتقاد للمدرب بطريقة حضارية تقدر تعلق له لافتة ومكتوبة بعبارات جميلة وفيها انتقاد للمدرب. اسمح لي محمد هذه اللافتة اللي خلوهم يعلقوها يعني هنا نلوم مسؤولي الملعب محمد أنا. يعني لافتة كما هذه ما عندها حتى علاقة نحب تتعلق يعني ولا تتعلق لافتة تسب أم الشخص هذا شيء يعني محمد غريب جدا. شوف لو نحكموا غالتي ونقيموه محمد يعني كاش تقيموا هل هو مدرب فاشل ام ناجح؟ انا بالنسبه لي غالتي مدرب كبير لما كان على فريق ليل الوحيد مدرب هو مدرب كبير تقصد في السن قاسي سعيد؟ لا خليني نكمل تقصد مدرب كبير في السن انا جاي بعد تفهمني لما كان في ليل فاز على بي اس جي خد الدوري لما مشى نيس شفنا نيس ولحقها نظن بلي اليوم غالتي كما يقول لك البي اس جي كبير عليه ماهوش البي اس جي كنادي كبير عليه متناقض من جهه تقول هو كبير من جهه البي اس جي كبير عليه ما فهمتش قصدي اللاعبين كبار عليه تماك تاع البي اس جي مدرب عنده يعني امكانيات لكن مدرب كبير ما يقدروش يكونوا لاعبين كبار لا يقدروا احنا شفنا عده اذا هو ليس مدربا كبيرا في الدوري الفرنسي محمد قلت لك في ليل كان في القاب محمد هو في منحنى وتصاعدي فاز بالدوري بماذا فاز قالتي في طيله مسيرته حتى نطلق عليه لفظ مدرب كبير فاز بالدوري الفرنسي مع ليل امام البي اس جي وشفنا الفريق كيفاش نيس وين كان والحق اليوم نيس فريق تاع نيس اللي فاز بدوري معين ويصبح مدرب كبير مدرب في فرنسا اما اليوم تقول لي نعتقد بانه مسيره غالتي لا تؤهله لحمل وصف مدرب كبير هو مدرب عادي مدرب متوسط مدرب لا يمكن ان نقول عليه مدرب كبير ووضعه في مصاف الكبار متوسط اوكي كما حبيت ولكن
اي مدرب اللي مشى للبي اس جي اليوم تكسر الاعظام ديالو في بي اس جي. اي مدرب اللي مشى واحد حتى مدرب منجح. اعتقد قالت يعطوا له مهمه اكبر منه في باريس سان جيرمان، الفوز بدوري الابطال وهو لا يمتلك اي خبره في هذه المنافسه. شوف باش ننصف نعطي لكل ذي حق حقه، ما تقدرش طالب قالتي تقول له راه جيب لي دوري ابطال اوروبا وانت تجيب له ريناتو سانشيز وتجيب له فيتينيو وتجيب له كارلوس سولار. نكمل فقط تجيب له فابيان رويس وكارلوس سولار اللي منتهي مع فالنسيا تقريبا. حتى نيمار قال لي علاش تشيلسي لما فاز بدوري الابطال كان عنده رونالدو ميسي ونيمار، فاز ايضا بتشكيله عاديه جدا. حتى انه ما قدرش مع دي ماتيو، حتى ماشي مع دي ماتيو، تشيلسي اللي فاز منذ موسمين او ثلاثه بدوري الابطال كانت عنده تشكيله ما قدرش حتى ينافس على لقب الدوري الانجليزي مع سيطره ليفربول ومانشستر سيتي، ولكنه في دوري الابطال مع توخيل مباراه بمباراه اقدر يفوز بهذه المنافسه. يعني لا تحتاج لتشكيله عظيمه من اجل الفوز بدوري الابطال. نقدر نقول لك بانه تشكيله ريال مدريد في السنوات الاخيره اللي فاز ثلاث مرات متتاليه بدوري الابطال ايضا ما كانش عنده تشكيله ثلاث مرات متتاليه. نعم ما كانش عنده تشكيله خارقه ميدو، كان عنده حارس مرمى قدم ثلاث مواسم خرافيه في دوري الابطال كيلور نافاس، كان عنده سيرجيو راموس واحد من افضل قلوب الدفاع ماشي في العشريه في التاريخ، تما لاندي مير ستوبر حتى الدوري كان يخسر، كان عنده في تلك المواسم في الدوري. علاش الدوري؟ حتى الدوري كان يخسر في اسبانيا ويفوز بدوري الابطال. الدوري معليش ميدو باش ما ندخلوش في نقاش عقيل. الدوري لازم نكشف الطويل باش تدي الدوري، كنت تلعب ضد نادي في برشلونه عنده ميسي كيما قال لهم روخا ما تقدرش تهزمو ما نقدروش نقولوا انه قالتي ما فازش دوري ابطال اوروبا 13 مباراه فقط. ميدو نعاود الى محور الحديث، ما نقدروش نقولوا بانه قالتي ما قدرش يفوز بدوري الابطال لانه ما عندوش تشكيله. لا قلت لك ما عندوش خيارات في وسط الميدان، عنده تشكيله قويه لما تشوف المجمل البي اس جي سور بابي. لا لا لما تشوف المجمل وتشوف اسماء اللاعبين عنده تشكيله قويه اللي يقدر يفوز بها على اي فريق. اسكو عنده فريق متزن؟ قالتي تشكيلته متزنه، كان يلعب بخمس لاعبين، كان يلعب بنصف فريق. لا لا ماشي نقولوا تشكيله فوق ارضيه الميدان، تشكيلته كامله متزنه، عنده خط هجوم ناري مبابي ميسي نيمار، عنده وسط ميدان قالتي عنده فيراتي في الأخير. فيراتي عنده 70 سنه ويلعب في باريس سان جيرمان منذ 2000 عنده فيراتي في عندك فيراتي عنده ما تقدرش يكون عندك 11 لاعب هما الافضل في العالم، كل لاعب الافضل في مكانه. لا. في الدفاع عنده اشرف حكيمي، عنده سيرجيو راموس، عنده ماركينيوس، عنده ما عندوش تاريخ حكيمي في وسط الميدان، عنده لاعب اسمه فيراتي هذا لاعب خبير ايضا عنده خبره كبيره في الشامبيونز ليج، لاعب مقاتل لاعب محارب يجري كالنمله ولو انه تسبب في اقصاء الفريق بفعل خطأين قاتلين، ولكن عنده لاعبين. لما تشوف تشكيله البي اس جي ما نقدروش نقولوا بانه غالتي لم يفوز بدوري الابطال لانه ما عندوش تشكيله كبيره. مع هذا الكلام انا قلت لك تشكيله كبيره، قلت لك ما عندوش تشكيله متزنه، ما عندوش لاعبين وسط الميدان اللي يقدروا يجيبوا لك البلوس. اعطي لي اقوى فريق تشوفه في العالم الان عنده نقائص، تلقى عنده نقائص الشعر ما اي فريق عنده نقائص. ما تقدرش يكون عندك فريق قوي يعني عندك افضل اللاعبين في افضل المراكز، خلاص اذا وصلت لهذه الدرجه جاهزيه اللاعبين كل شيء يعني يكون محمد في جاهزيه اللاعبين. نشوفوا حتى في ريال مدريد عندما لاعبين ما يكونوش جاهزين في الوقت اللي تسحقهم جزء يعني تمر جانبا. نشوفوا فريق المدرب قالتي محمد مدرب انا واش نشوف؟ نشوف باللي العطاء تاعو كان تدريجيا. نشوفه كان في ليل قدم اداءات يعني جيده، فاز بالدوري، جاء النيس يعني اهلهم لي يلعبوا الدوري الاوروبي، جاء الفريق بي اس جي راهو يعني بست نقاط يعني متقدم. نشوفه محمد قالتي راهو بمنحه تصاعدي، ما نقولوش قالتي انه كي بصح تكلم محمد قالك مدرب كبير، هو يقصد انه مدرب اللي يعني خلى البصمه تاعو في هذه النوادي. لكن باش نشوفوا دوك قالتي لازم محمد قالتي نشوفوه بعد بي اس جي كيف يكون وكيفاش راح يكون المرض تاعو في فريق ما، سواء بي اس جي لو كان مريح في بي اس جي لو يغير يعني الاجواء، نشوفوا قالتي كيف سيكون التطور تاعو في نوادي اخرى. نعم من الدوري الفرنسي الى الدوري الالماني، دار لقمان على حالها، البايرن يفوز وبوريسيا دورتموند يفوز والفارق بينهما ما زال نقطتين، بوريسيا يراقب البايرن عن قرب، سننتظر ماذا سيحدث في قادم الجولات. البايرن
سيلعب مواجهة عصيبة هذا الأسبوع في دوري الأبطال. غدا سيتنقل إلى مانشستر سيتي لمواجهة أشبال ورجال غوارديولا في مواجهة تعتبر ربما الأبرز والأقوى في مباريات الدور ربع النهائي أو ذهاب الدور ربع النهائي للكأس ذات الأذنين. البايرن سيجد نفسه مطالبا بتحقيق نتيجة مرضية والعودة إلى ألمانيا بأخف الأضرار من أجل لعب مباراة العودة بأكثر على مستوى. قادر بايرن قادر يعود يقول من مانشستر بنتيجة إيجابية محمد. البايرن هذا الموسم هدايا يعني ككل مواسم يوضع دائما رابطة الأبطال كهدف. وبالتجربة اللي عندهم بالتاريخ اللي عندهم يقدر يعود يرجع من سيتي كما قلت لك بنتيجة إيجابية. ميدو مباراة كبيرة. مباراة داخل مباراة بين توخال وغوارديولا. صح. توخال شفناه في المباراة الأخيرة غير من نمط لعب نادي بايرن ميونخ خاصة في لي فاز دو كونستركسيون يعني في مرحلة بناء اللعب شفنا يلعب تقريبا بنفس الطريقة اللي يلعب بها باب غوارديولا بثلاثة اثنين كارتكازي يعني واحد منهم يصبح مدافع يخرج ارتكازي اللي هو كيميتش وشفناه أيضا اثنين يعني في لانيماسيون اوفنسيف بالاضافه الى لاعبي رواق وقلب هجوم يعني حتى تكتيكيا سور بابي يعني بعد التشكيله المحتمله للبايرن حسب المواقع الالمانيه في الحراسه سيكون سوما بطبيعه الحال في الدفاع كانسيلو ديليخت اوبا ميكانو وديفيس اذا لعب توخيل باربع مدافعين في وسط الميدان غوريتسكا كيميخ غوريتسكا مع كيميخ فوقهم يلعب جمال موزيالا الجهة اليمنى الصاني الجهة اليسرى جنابري وكمهاجم صريح ساديو ماني يعني مولار وشوبو موتينغ في كرسي الاحتياط في كرسي الاحتياط حسب التشكيلة المتداولة غوارديولا لا أحد يعرف سنستعرضها بعد قليل. ما رأيكم في هذه التشكيلة؟ هل يمكن الإطاحة بمولار وشوبو موتينغ للبقاء في كرسي الاحتياط مع منح الفرصة لساديو ماني؟ يلعب بدو زيلي ودو زاريار ألترا أوفنسيف كونسيلو يهاجم كثير ديفيس يهاجم كثير مواجهة خاصة لكونسيلو أمام غوارديولا كونسيلو يهاجم كثير ديفيس يهاجم كثير بالإضافة إلى ساني وغنابري هل سيكون دور ديفيس وكونسيلو اللعب على الرواقين فقط ولا دورهم أنهم يروحوا في العمق يدخلوا يكونوا إضافة رفقة غوريتشكا وكيميتش يصبحوا اثنين أربعة تقريبا اثنين أربعة أربعة ولا في العملية البناء الهجومي أم أنه غنابري وصاني هما المطالبين بالدخول إلى المحور وترك الأروقة لكونسيلو وديفيس في الجهة المقابلة حذاري غريليش الجهة اليسرى محرز الجهة اليمنى كيفن دي برين رفقة غوندوغان وخلفهم ستونز وكذلك رودري يعني معركة كبيرة راح تكون بين الثنائي أعتقد مباراة ستشهد حصيلة كبيرة من الأهداف غدا بين الناديين مباراة كبيرة محمد نشوفه في المباراة الأخيرة لعب توخال لعب بالأربعة واحد أربعة واحد وين يعني دار كيميتش هو كرقم ستة تحته موسيالا مع ميلار وعلى الجناح الأيسر اللي هو ماني الجناح الأيمن صاني وقلب هجوم اللي هو غنابري شوفوا هذه التشكيلة يعني غير يعني دار يعني زوج يعني وسط ميدان دفاعي هنا لعب واحد وسط ميدان دفاعي وفاز 1-0 في المباراة الأخيرة أمام فرايبورغ محمد تشكيلة متوازنة هذه يعني أعطاه يعني ميلر و شوبو موتينغ رسميا خارج مصاب. القائمة بسبب الإصابة نعم مصاب نشوفه ميلر نعم. محمد ميلر كورقة إصابة رابحة في الرقبة نعم ميلر يقدر يكون كورقة رابحة في البنك الاحتياط لأن مولار شوفوا محمد نظرا للسن تاعو الكبير اللي هو لعب كل المباريات تقريبا هذه المباريات الأخيرة أعطى مردود جدا يعني جيد نشوفوا بلي هادو لاعبين محمد لازم تدوير لازم تخليه نعم. يعني في بعض الأحيان في الاحتياط باش يعاود يسترجع نعم. الأنفاس تاعو شوبو موتينغ 34 سنة في 27 مباراة مع البايرن أو في 28 مباراة هذا الموسم مع البايرن سجل 17 هدف وصنع 4 أهداف حصيلة محترمة جدا لشوبو موتينغ هذا الكهل الذي لم يكن أحد ينتظر منه هذا التوهج بعد البداية الصعبة دياله ما كانش لاعب أساسي اليوم نقول لك شوبو موتينغ رجع لاعب تقريبا في الهجوم هو الأساسي في هذا الفريق وراح الغياب تاعه أتأكد الغياب تاعه راح يكون ضربة قاسية لبايرن ميونخ نعم مؤكد الغياب بسبب إصابة في الركبة
راح يكون يعني ضربه قاسيه لبايرن ميونخ. نعم. شفنا كيف الشراوي تعامل هاد الاسابيع القليله الماضيه في الدوري الالماني، راهو يسجل له ويمد باش يسجلوا يعني لعب للقامه كانت في بايرن ميونخ. يعني للاسف غدا ان شاء الله راح يكون يعني نقص نعم كبير للبايرن. نعم.